ومعنا هاتفيا من اسطنبول الصحفي اليمني محمد الأحمدي. مرحبا بك. كيف ترى إذا استمرار مغارات ميليشيا الحوثية على المدنيين وآخرها اليوم التي أسفرت عن قتل 4 مدنيين بينهم طفل؟ سيد محمد الأحمدي، مرحبا أخي. عفوا لو ترفع الصوت قليلا لم أسمع. حياك الله، نحن نسمعك جيدا. كيف ترى استمرار غارات ميليشيا الحوثي على المدنيين وآخرها اليوم التي أسفرت عن قتل 4 مدنيين بينهم طفل؟ في الحقيقة أخي العزيز لم تتوقف ميليشيا الحوثيين عن جرائمها بحق الشعب اليمني بالقصف العشوائي بالقذائف والدبابات وأيضا بزراعة الألغام التي تحصد أرواح المدنيين على الدوام منذ انقلابها على الدولة وعلى المجتمع وجر البلاد إلى أتون هذه الحرب المدمرة. الميليشيا الحوثيين تنتهك الحق في الحياة متى ما سنحت لها الفرصة وتعمل جاهدة على قتل أكبر قدر ممكن من اليمنيين. هي مشروع موت ودمار منذ نشأتها في 2014 وكانت ولا تزال مسيرة دموية بامتياز تفتك باليمنيين وتقتلهم دون رحمة بشتى وسائل القتل والدمار. هذه العمليات اليومية، عمليات القتل والقصف العشوائي للأحياء السكنية وللأعيان المدنية من قبل الميليشيا الحوثية مستمرة وفي ظل صمت للأسف الشديد من طرف المجتمع الدولي والأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية التي حاولت أو تعمل على التأقلم مع جرائم ميليشيا الحوثيين وغض الطرف عنها بشكل مفزع للغاية. للأسف الشديد كما أشير في تقريركم بالنسبة لتقرير الأخير لمنظمة اليونيسيف أيضا الميليشيا الحوثية عملت على تدمير قطاع الخدمات الأساسية لليمنيين سواء القطاع الطبي أو الخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات واحتكرت مؤسسات الدولة الخدمية لمصلحة المجهود الحربي. عملت على تحويل حتى بعض المؤسسات التي لا تزال تعمل في القطاع الطبي لخدمة للخدمة العسكرية ولجرحاها بينما يظل اليمنيون يعانون الأمراض والأوبئة. نعم. ذكرت أن المجتمع الدولي يعني لم يقدم المطلوب لإنقاذ الشعب اليمني من انتهاكات الحوثي سواء بهذه الغارات المستمرة أو حتى على المستوى الإنساني والمساعدات، يعني لماذا برأيك يتقاعس المجتمع المدني وعموما المجتمع الدولي عن أداء دوره؟ في الحقيقة للأسف الشديد هناك العديد من المنظمات الدولية العاملة في اليمن وهي تتحدث عن مليارات الدولارات للعمل الإغاثي والإنساني في اليمن، لكن على أرض الواقع لا يزال هناك الملايين من اليمنيين يعانون انعدام الأمن الغذائي ولا يزال لا تزال الأوبئة والأمراض المتفشية تفتك باليمنيين دون رحمة أيضا، والصمت الذي يواجه المأساة اليمنية من طرف المجتمع الدولي في الحقيقة ربما كان هناك بعض الحسابات للعديد من الفاعلين الدوليين لاستمرار المأساة اليمنية وإطالة أمد هذه الحرب وغض الطرف عن جرائم الميليشيا الحوثية ومحاولة شرعنة وجودها رغم أنها جماعة عنف مسلح ولا تستند إلى أي مشروعية سياسية أو قانونية، لكن ربما لدى بعض الفاعلين الدوليين مصلحة ما في استمرار سوق الأسلحة وتجارة الأسلحة وابتزاز دول الخليج النفطية من خلال إطالة أمد الصراع وغض الطرف عن جرائم الحوثيين. هناك بالفعل بعض الأنشطة الإغاثية لكن أيضا للأسف حتى فيما يتعلق بالمساعدات تعمد الميليشيا الحوثية إلى مصادرة هذه المساعدات الإنسانية. كان برنامج الأغذية العالمي قبل أيام تحدث عن تعليق نشاطه في بعض المناطق بسبب أن الميليشيا الحوثية ترفض إدراج نظام البصمة للتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها. البرنامج اضطر إلى تعليق مساعداته وهذا بالتالي يلقي بانعكاساته أيضا حتى على بعض المستفيدين الذين يتبقى لهم الفتات من المساعدات والمعونات. وهذا ما دعا منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن تقول بأن الخدمات الضرورية في اليمن باتت على شفير للانهيار التام. إذا كيف ترى مستقبل المدنيين في ظل هذا التخاذل الدولي تجاه يعني مأساتهم وانتهاكات الحوثي؟
مصير مجهول أخي العزيز للمدنيين، خصوصا في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين، وهي مناطق الكثافة السكانية. المجتمع في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرض للتدمير الممنهج من طرف هذه الميليشيات التي استعثرت كل موارد الدولة لمصلحة مجهودها الحربي والعسكري، بينما يظل اليمنيون يعانون ويتجرعون مأساة الفقر والبطالة وانعدام الغذاء والمتطلبات الأساسية للحياة. أصبحت جحيما لا يطاق بالنسبة للمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية. للأسف الشديد هذه الميليشيا لا تستشعر أي مسؤولية سياسية أو أخلاقية أو يعني إنسانية تجاه المجتمع الذي يئن تحت وطأة الحصار من قبل هذه الميليشيا والقمع، أيضا القمع الرهيب الذي تمارسه بحق المجتمع في حال حاول رفع صوته المطالبة بأدنى حقوقه. شكرا جزيلا لك. إذن الصحفي اليمني من اسطنبول سيد محمد الأحمدي.